الماتشات اللي كنت متحمس ان انا اشوفها الموسيماني هو ماتش النهارده. ليه ماتش النهارده؟ لانك مفترض ماتش الاسماعيلي لعبت طريقه لعب جديده وهي 3 4 3، كنت مستني اشوف موسيماني هيعمل النهارده. عارف موسيماني لو غير في الافراد وكمل بنفس الطريقه كنت احترمته وكنت قلت ان انا بقى لي سنه ونص بظلم الراجل ده، والراجل ده مدير فني جامد جدا وانا ما افهمش اي حاجه. انما موسيماني النهارده بادي قدام البنك الاهلي بنفس اللعيبه هم اللي بدا بيهم قدام الاسماعيلي. ايه بقى الاختلاف؟ الاختلاف بسيط، بتتفرج انت على توماس توخيل مع تشيلسي بيعمل ايه؟ الماتشات اللي بيقرر ان هو يدافع فيها بيدي لبن شيرويل، والماتشات اللي بيقرر ان هو يهاجم فيها بيدي لماركوس الونسو. الناحيه الثانيه ريش جيمس او اسبليكويتا لو بيحب يدافع، لو بيحب يهاجم بيبدا بهوتسون اودوي. في ناس بتستخدمهم وانت بتدافع وناس بتستخدمهم وانت عايز تعمل جيم هجومي. موسيماني بقى عمل ايه؟ خد اللعيبه اللي لعبوا ماتش الاسماعيلي كوبي بيست حطهم النهارده، لولا الطرد بتاع اليو ديانج وتغييره محمد هاني واكرم توفيق في نص الملعب كنت قلت الراجل ده بياخد كل حاجة كوبي بيست حرفيا. اللي هو موسيماني بدأ مباراة البنك الأهلي بنفس الاعتماد على طريقة لعبك قدام الإسماعيلي بالحرف الواحد، نازل تعتمد على المرتدات، لو المرتدات مش موجودة هتلعب كرة عرضية. كرة عرضية بقى لمين؟ مفيش حد طويل في منطقة الجزاء، يعني بس لو كده اساسا هو مكسوين، هتلعب عرضيات لمين اساسا يا باشا؟ غير ان محمد هاني ما بيعرفش يلعب عرضيات، فانت بتتكلم في ايه طيب؟ فهمنا الدنيا بالنسبة لك رايحة فين وجاية منين؟ مفترض لو عايز تلعب النهارده عرضيات تبدأ بحسام حسن، مش محمد شريف، لأن حسام حسن مفترض انه مهاجم بيمتاز بالكرات العرضية. نص ملعب النهارده لو شلت أكرم توفيق وحطيت مكانه عمار حمدي ورجعت تاني أكرم توفيق للباك اليمين كنت قلت الراجل ده مدير فني محترم والراجل ده بيحسبها بالملي وبيحسبها قدام الفرق اللي هيهاجم هيلعب بمين والفرق اللي هيدافع هيلعب بمين. فطبيعي جدا انك كنت تقعد تتفرج على شوط اول فيه كميه حنكشه غير طبيعيه. فرقه البنك الاهلي فرقه كان ممكن تخلص على الشوط الاول، طبعا كان ممكن تخلص على الشوط الاول وكان ممكن تخلص الماتش بدري علشان خاطر تقعد توصل للشوط الثاني وانت ما خلصتش الماتش بدري تبقى مطالب انك تعمل تغييرات. تغييراتك بقى مفترض انك تنزل حسام حسن عشان خاطر لعب بدماغه، لا تنزل محمد شريف وهو اللي يجيب الجول. لا بصراحة بس هي الكرة في مصر نوايا، هي الكرة في مصر لا قايمة على أسس علمية ولا أسس تكتيكية، الكرة في مصر ماشية كده. هو نزل تغيير لعيب مفترض إن هو بيعتمد بيه على المرتدات اللي هو محمد شريف، محمد شريف نزل لعب أول كرة لعبت له عرضية بدماغه، وتاني كرة قدر إن هو يستغل المتابعة العالمية بصراحة والاجتهاد فيها عالي جدا لمحمد شريف، إن هي أي كرة بتشرط على الجون محمد شريف بيروح على المرمى علشان خاطر يعمل متابعة. الكرة كانت داخلة لوحدها لأن الزنفولي صدها بطريقة سيئة، الزنفولي صد الكرة غلط، فالكرة مفترض إن هي كانت داخلة المرمى بس محمد شريف يحسب له المتابعة. نسكت بقى على كده؟ لا نعمل تغييرات، أنا كده كنت موقف اللعيبة بتاعتي على الخط، حسين الشحات وأحمد عبد القادر. حسين الشحات عمل وقت كويس اللي نزل فيه جوه الملعب، عمل أداء كويس، حسين الشحات كان كويس. أحمد عبد القادر ما ظهرش كتير، حتى اللقطة اللي ظهر فيها مفترض إن هو كان يلعب في المرمى، بس للأسف الشديد قرر إن هو عايز يلعب عرضية، عايز يلعب بدماغه بالعرض اللي هو يعني يا ابني الجون فاضي العب أساسا، ده الزنفولي ده على الله خالص. إحنا مفيش، إحنا مكملين نفس الطريقة بتاعتنا هي علشان خاطر كلنا نقعد نبص كده الفرقة قررت تدافع آخر ربع ساعة. تاني نفس السيناريو المتخلف عقليا ده تاني للمرة الألف، برضه تاني للمرة الألف بتكرر تدافع، تاني للمرة الألف برضه في ماتشات ممكن تستلم منك في لحظة تاني. لا انا مكمل زي ما انا، هنزل عمار مكان قفشه، تمام حلو الكلام ده، هنلعب بقى مرتدات ولا هنمسك كوره؟ محدش فاهم اي حاجه. البنك الاهلي حطينا في نص ملعبنا وفي كوره خطيره بتروح على المرمى على لطفي وكلنا قاعدين حاطين ايدينا على قلبنا في ماتش للبنك الاهلي، يعني احنا بنلعب البنك الاهلي بس عشان خاطر احنا بسم الله ما شاء الله فرقه عندها لعيبه كويسه جدا وعندها عناصر مميزه جدا ويمكن من افضل عناصر في الدوري، مش من افضل او من افضل عناصر في الدوري المصري، وبسم الله ما شاء الله الفرقه خططيا زيرو، الفرقه تكتيكيا زيرو، الفرقه فنيا كلها فرديات. فانت لما دلوقتي تطلع تتكلم على مدير فني يقول لك لا انت بتتصيدوا للراجل، الصياد له ايه؟ مش محتاج حد يتصيد له اساسا، هو الراجل باين قدام العلن ان الراجل بيقدم اسوأ نسخه للاهلي ككره قدم. النتائج خدماه، النتائج خدماه، بس افتكر برضو ان النتائج مش هتدوم بالعك اللي بيحصل ده. الكلام ده بيوجعك وبيتعبك بس والله انا جاي اقول لك اللي انا شفته. لو انت شفت حاجه ثانيه يا ابني قول لي في الكومنتات باحترام عشان هي مش ناقصه قرف، معلش مع احترامي ليك يعني. نتكلم مع بعض باحترام يا بلاها احسن. ولو وصلنا مع بعض لحد هنا وباحترامنا فممكن تعمل لايك او سبسكرايب، لو ما وصلناش فانت برنس والله وخلصت الموضوع عليا وعليك من بدري.